كل الدعم ده اللوجستي والعسكري والمالي والمادي وما ادراك بقى. وانت عارف المرتزقه حتى اللي تم تسليمهم للجيش الاسرائيلي عشان يحاربوا حرب بالوكاله. ومع ذلك سبحان الله المقاومه التي صمدت لانها صاحبه الحق. يعني خد بالك يعني لا يمكن ابدا ان يستمر مغتصب في مكانه. ولذلك اسرائيل تدرك جيدا انها ذاهبه الى زوايا النسيان لا محاله. دي مساله ده التاريخ بيقول كده. لا يوجد ابدا دوله محتله للابد. ولا يوجد غاصب يظل على اغتصابه للابد. انما اصحاب الارض انظروا الى الاطفال والنساء وكل من على الارض الفلسطينيه كيف تشبث بهذه الارض وقال نموت هنا. يعني ليس عندنا مكان آخر نذهب له. صحيح. الإسرائيليون لديهم أماكن كثيرة يذهبوا لها لأنهم جاءوا من شتى بقاع الأرض. وبالفعل المتابع لحركة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج سوف يجد أنها يعني ارتفعت بشكل مزعج ومرعب لأصحاب المشروع الصهيوني الذين أسسوا دولة إسرائيل. صحيح. لتكون سكينا في خاصرة المنطقة والعالم كله. طيب في تصريح لمعالي وزير الخارجيه سامح شكري هستأذن اقول لحضرتك ويهمني اخد راي حضرتك فيه. صرح ان تحويل الهدنه لوقف نار هيتحقق لما اسرائيل تعرف ان هو في مصلحتها وان ده مش هيتحقق الا بضغط دولي. هل في جديه حقيقي لوصول هذا المعنى لاسرائيل ولا لا هي ممكن ما توقفش عنده؟ اسرائيل كاسرائيل نعم. انما كحكومه حرب لا. الجميع يعلم كل حكومة الحرب من رئيسها نتنياهو مرورا بكل مسؤوليها سواء الذين الموجودين في السلطة التنفيذية أو الذين انضموا إلى حكومة الحرب كظرف استثنائي يعلمون جيدا أن ما جرى يستوجب محاكمتهم ليس فقط على الجريمة التي ارتكبوها في حق إسرائيل والإسرائيليين ولكن الجريمة التي ارتكبوها في حق العالم كله. صحيح. وأيضا هناك ملفات كثيرة سوف تفتح خاصة لنتنياهو. هذا الرجل الذي كان يزعم أنه يعني كان يقدم نفسه على أنه البطل القومي. صحيح. لإسرائيل الذي يعني كلنا رأينا ما يزاع من 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 من, من فجاجة في الأسلوب وطرح الحقيقة يعني مهين جدا للعالم كله. صحيح. أننا أصبحنا سادة العالم وأننا الذين نحرك الدول وأننا الذين كنا لا شيء وأصبحنا أهم دولة في العالم والجميع يزحف خلف عربتنا ليلحق بها. هي كلام الآن نتنياهو انقلبت صورته على النقيض تماما. الصورة. صحيح. الذهنية التي حاول أن يرسمها كأطول رئيس وزراء حكم إسرائيل 22 سنة وكأول حاكم إسرائيلي ولد في إسرائيل لأنه هو ولد في الأراضي الفلسطينية هي ليست إسرائيل ولكن هو من مواليد مواليد 49 وولد في الداخل فيعتبر أن هذه أرضه. كان كل هذا التاريخ يقدمه نتنياهو على أنه القائد الضرورة ومعجزة إسرائيل طبعا. ويقدم نفسه لأنه الوحيد أو أحد الذين يجيدون مخاطبة الغرب ويبتزون الغرب بشكل كبير حتى تصل كما تفضلت كل هذه المعونات وكل هذا الدعم. الآن الصورة انقلبت تماما إلى أن نتنياهو أصبح يعني يشار إليه على أنه نازي وليس عدو للنازي.